ثم إذا قصد الذهاب فإنه يبدأ بالتوبة النصوح، التوبة الصالحة، التوبة العامة التي يعمم بها جميع الذنوب، فيقول اللهم إني تبت إليك من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ما علمت منه وما لم أعلم، فيعمم في توبته. وإذا كانت للناس حقوق عليه يعطيهم هذه الحقوق، ثم بعد ذلك ينطلق إلى بيت الله تبارك وتعالى ليحج.